تواصلت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في مختلف المدن الإيرانية رغم ما تواجهه من قمع وترهيب على يد قوات الأمن، وخرج المحتجون للتنديد بسياسات نظام الولي الفقيه الداخلية والخارجية والتي تسببت بأزمات خانقة على رأسها الفقر المدقع وأزمة شح المياه التي تهدد الأمن الغذائي والمجتمعي في إيران. وواجهت قوات الأمن الإيراني جموع الحشود المتظاهرة بالرصاص الحي والاعتقالات الوحشية التي طالت الأطفال والنساء والشيوخ. وبدورها طالبت عدد من منظمات حقوق الإنسان النظام الإيراني بوقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وتغيير سياسات النظام التخريبية في المنطقة.